من الجي سي 5 سيدان عم انتقل للجي سي 5 هاتشباك من الجيلي، سياره كثير حلوه كمان رح نتعرف عليها بكل تفاصيلها بعد لحظات. رسمني اوتوموتيف اندستريز وكلاء جيلي بلبنان، معنا مره جديده من سيارات رالف حيدر من الشركه. رالف كيفك؟ هاي جورج. يعني سيدان شفناها، الهاتشباك كمان سياره كثير حلوه من جيلي، جي سي 5 اكيد عم نحكي عنها. انا بعتبرها سياره لكل يوم، خاصه بلبنان ولكل الاعمار. مزبوط. بدي اذكر المشاهدين جورج عن جيلي. مين جيلي؟ جيلي هو صانع سيارات صيني عريق، قرر يكون اسرع من غيره من كل الصانعين الباقيين بالصين عبر امتلاك وشراء تكنولوجيا واسامي عريقه بعالم السيارات، اشهرها فولفو، لندن تاكسي، ودي اس اي للجير بوكسز الاستراليه، ومؤخرا لوتوس الانجليزيه. وبلبنان جيلي هي رقم واحد بالمبيعات بالسوق السيارات الصينيه من 2012، يعني لست سنوات على التوالي. هذا الشيء بيعود يعني لجوده. في ثقه عاليه اليوم بالبرودكت 100%، في ثقه بالبرودكت وبالوكيل اللي هو رسامني اوتوموتيف اندستريز، بارت اوف رسامني جروب اوف كومبانيز. نحن لما بنقول خدمه ما بعد المبيع مميزه، هذا الشيء بيعود انه القطع دائما متوفره والاسعار جدا مدروسه، واهم شيء عندنا سرعه بالسيرفيس وعندنا هوم سيرفيس يلي نحن رواده. يعني نحن اللي بلشنا بهذا الكونسيبت بلبنان، بنروح على كل البيوت بنعمل سيرفيس بقلب على كافة المناطق اللبنانية، عندنا جراج نقال بيروح لكل الزبونات. كثير منيح، يعني هذا الشيء اكيد عم برغب الزبونات اكثر اليوم يشتروا هالسيارة، ومش بس من وراء الخدمات الحلوة اللي عم تقدموها، كمان عم نحكي عن السيارة اليوم بشكل رائع جدا، مواصفات كمان سوبر حلوة، فيها تكنولوجيا عالية، وكمان عم نشوف إذا ببلش نحكي عن هالشكل الخارجي للسيارة مثل تفاصيل السعر كمان هلا رح نحكي عنه بالآخر. أهم شيء لأنه في فيري بيج أوفر مشاهدينا عم يتقدموا اليوم، رسامي أوتوموتيف اندستريز أو عرض عم بيقول رالف، وأنا وافقوا الرأي بعد رح نتعرف عليه بآخر حلقتنا. رالف شكل كثير حلو للسيارة. ديزاين جورج انعمل بإيطاليا، سيارة صممت بإيطاليا، وهذا الشيء بيعكس الملامح الأوروبية الواضحة على السيارة، يعني كثير بتشبه مسيلاتها الأوروبية يلي معروفة كثير بالسوق اللبنانيه. سياره انعملت لتلاقي ان كل الفئات العمريه، ان كان شباب او كبار بالعمر، كثير بحبوها شباب الجامعات، اوكي، كثير مطلوبه، خاصه انها جدا فيها مواصفات امان جدا عاليه، وهذا شيء انسبايرد باي فولفو. ورح نعرف ليه كمان بحبوها اكثر شيء شباب، لانه من جوا السياره فيها مزبوط. امور كثير مناسبه خاصه للستودنتس. مزبوط. وكمان جورج شغله كثير مهمه خاصه لطرقات لبنان، انه السياره عريضه عاليه عن الارض ودوليبها عراض، يعني دوليبها منه رفع، عم نحكي سياره فيها ثبات جدا عالي على الطرقات، يعني فيها التصاق اذا بدك على الطريق، هالقد مهمه جوار لطرقاتنا يلي للاسف عطلي، لانه من ورا كمان نوعيه الزفت اللي عم تستعملها ببعض المناطق. كمان الكروم واضح، يعني مبين على كل السياره، وديزاين الهاتشباك من ورا اتس فيري سبورتي وشباب لكيه بنفس الوقت. اكيد الهاتشباك تكون اكثر بطابع رياضي من سياره السيدان. على كل حال السيدان صندوقها صغير كثير من ورا، مش كثير واضح انه سياره سيدان، هذا الشيء كمان بجمل بتصور السياره. مزبوط، مع انه فيها كاباسيتي، يعني بس نفتح غطا الصندوق بنشوف انه السياره واسعه من جوا، مانا صغير ابدا الترانك سبيس طبعا. كثير منيح، بعد ما صاردنا هالشكل الحلو لجي سي 5 هاتشباك بننتقل هلا نحكي عن الداخل، نشوف المواصفات الحلوه الموجوده فيها. رالف، اول شيء اللي كثير مميز هو هالليد الازرق اللي عم تشوفه، الاضاءه على الازرار عطيها طابع كثير حلو من جوا. ديزاين الداشبورد جورج هو ما بنحس حالنا قاعدين بسياره صغيره او كومباكت، بنحس حالنا قاعدين بسياره كبيره او بصالون كبير. شاشه 7 انش بنص الداشبورد، كروم واضح بكل السياره، تطعيم بالابواب بالداشبورد بمسكه الفيتاس، يعني بكل انحاء المكسوره. الفرش هو سبورتي، نوعين من القماش كمان ليعطينا طابع رياضي وللشباب ليلفت نظر الشباب، بيعطيك ثبات كمان بالقياده، بيقعدك بطريقه تكون كثير فيري كومفورتبل. السياره فيري كومفورتبل، عم نحكي عن يو اس بي اي سي ديجيتال، نحن وي سد التمبرتشر يلي نحن بدنا اياها، اكيد 4 ازاز كهرباء ومرايات كهرباء، واهم شيء بهيدي السياره هو سعه المقصوره، يعني رحابه بقلب المقصوره، 5 ادلتس بيقعدوا مرتاحين بقلب السياره ان كان ورا او بالامام، 5 اشخاص كبار بالعمر بكونوا صح مرتاحين جدا. وبزياده للدرايفر والباسنجر الاماميه، عندهم زجاج امامي بيعطيهم فيزيبيليتي جدا قويه، ونوافذ خلفيه كمان لما يكون عندهم بلايند سبوتس اثناء القياده. هذا الشيء 100% بريح كثير السايق لما يكون عم بيقود سياره مكشوفه من وين ما كان بطريقه واضحه. مزبوط. واللافت كمان انه الديزاين تبع السيتس معمول ليكون كثير مريح، بنعرف من زبوناتنا اللي اوريدي اشتروا السياره، في منهم بيعملوا باركور كثير طويل بالنهار، بخبرونا انه ما بيحسوا بالمشوار الطويل هن عم بيسوقوه، عن جد كثير مريحه السياره.
باختصار يعني داخل كثير حلو وشكل كثير اتراكتيف وحلو، كمان شاسي رح نحكي عنها بعد شوي من ناحيه السيفتي قد ايه مهمه. هسر وقت كمان نحكي عن المحرك تبع الجي سي 5. نوصل نحكي اكثر عن محرك الجي سي 5 هاتشباك اللي معنا اليوم استوديوهات اوتو فوكس باللون الابيض، هيك بفرجي كل الديتيلز فيها وبفرجي السياره بشكل اوضح. رالف دائما اللون الفاتح بيقولوا بفرجي السياره، ببين كل الديتيلز. نعم. خاصه الكونتراست بالالوان موجود فيها للسياره. مزبوط، اذا خاصه فيها مثلا الجريل الامامي بيكون بلاك مع اللون الابيض، حتى الهيدلامبس من جوا بلاك. نعم. جورج، محرك السياره هو 1500 سي 1.5 16 صباب، بيولد حوالي 103 حصنه، بده فيتاس اوتوماتيك من اربع سرعات يابانيه من شركه جيتكو الشهيره يلي بتعطي صانع العريق نيسان. عم نحكي عن مواصفات امان جدا متقدمه، ان كان الاير باكس الاثنين اي بي اس واي بي دي وبريك اسيست 4 شانلز، وحتى بالشاسيه ستاندرد اكويبمنت، بالاضافه الى شاسيه جدا قوي ومتين، وجروس ويت 250 كيلوغرام اكثر من اي سياره بفئتها، يعني كل السيارات الصغيره وزنها 800 900، هون عم نحكي 1250 كيلوغرام، هذا شيء بيعطي ثبات للسياره على الطريق وامان لكل الركاب. يعني حكينا سيفتي، حكينا محرك، بس وعدنا بعد بشيء اهم من هالمعلومات اللي عم نحكي عنها، هو البيج اوفر اللي عم تقدمه اليوم رسمنا اوتوموتيف اندستريز على سيارات الجيلي. يلا نتعرف عليها بعد لحظات. يعني رالف كان وعدنا باوفر بده يكسر الارض، يمكن الاقوى لهلا. مزبوط، مزبوط، اقوى عرض للصيفيه. يلا من جيلي اتحفنا. السيارة الموجودة معنا اليوم اوتوماتيك مع كل مواصفات الامان مثل ما هي موجودة معنا، سعرها صار اليوم 9599 قبل التيفي او التسجيل، يعني 11999 مسجلة خالصة، موديل 2017 مع تيفي او مع تسجيل مع كفالة 3 سنوات او 100,000 كيلومتر وخدمة 24 على 24 للطوارئ. يعني سعر كثير مهم، ندعي كل العالم تستفيد لأنه العرض هو على كمية وفترة محدودة، يزورونا بكل صالات العرض ليعملوا تيست درايف، عندنا سيارات موجودة للعالم تجرب السيارة بجل الديب، بعلاي، بالشياح، بقرنة شهوان، بطرابلس، بالألمون، وبزحلة وبعلاي كمان، يعني بكل الفروع. نحن متواجدين على كل الأراضي اللبنانية، بندعي العالم تجي تجرب السيارة وتسوقها وتلحق حالها لأنه عن جد أوفر خيالي، ما في ولا سيارة بهالمواصفات وبهالكواليتي بهيدا السعر. شكرا رالف على كل هالإنفوز، إن كان عن السيارة، عن الإنجن، على كل شيء له علاقة، وحتى البيج أوفر اللي عم تقدموه اليوم لكل زبائن الحبة اليوم، كل أشخاص حاب يشتري سيارة، عن جد فيري سبيشال ديل موجودة على سيارات الجيلي. بنشوفكم بكرة بسيارة جديدة أكيد مع رالف، إلى اللقاء.